السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلكم مي محمود. ان شاء الله هنشرح مع بعض النهارده، هيكون شرح سريع زي ما متعودين. ليكتشر 4 اناتومي بعنوان الثيرد فينتريكل. احنا عارفين يعني ايه فينتريكل، يعني هو اي فراغ موجود في البرين بنسميه فينتريكل. الفراغ ده بيكون شايل ايه؟ شايل سي اس اف، سيربرو سباينال فلويد. تمام. طيب احنا عندنا كام فينتريكل؟ عندنا اربعه فينتريكل، اثنين لاترال فينتريكل والثيرد فينتريكل وفورث فينتريكل. احنا خدنا الفورث فينتريكل بس، والنهارده هناخد الثيرد فينتريكل. صح. ايه هو الفورث فينتريكل؟ لما اتكلمنا عنه قلنا اللي هو بيكون عباره عن ايه، كافيتي كده شكله دايموند. كان موجود فين؟ موجود في البرين ستيم. موجود في اي حته بالظبط؟ كان موجود في البونز والايه والاوبند مضله. صح. تمام. كان بيتوصل فوق بمين؟ بالسيريبرال اكويدكت عشان يروح يصب في مين؟ في الثيرد فينتريكل. طب وتحت كان بيوصل بالسنترال كانال عشان يروح يفتح في المضله وبقيه المضله اللي هي ايه، كلوزد مضله، وكمان السباينال كورد. تمام. تمام جدا. احنا النهارده موضوعنا عن الثيرد فينتريكل. الثيرد فينتريكل دي يا جماعه هو كافيتي، كافيتي موجود في الداينسفالون. الداينسفالون كان المفروض موضوع التوتوريال، احنا المفروض نكون سامعين موضوع التوتوريال الاول، هيسهل علينا كتير قوي ايه المحاضره دي. فهقول لكم يعني ايه داينسفالون. الداينسفالون احنا عارفين دلوقتي ايه، فور برين او البرين نفسه بيتكون من ايه؟ البرين نفسه بيتكون من فور برين وميد برين وهايند برين. صح. تمام جدا. طيب الفور برين، الفور برين بيتكون من تيلينسفالون وداينسفالون. تيلينسفالون ده اللي هيكون سيريبرو هيميسفير، وداينسفالون ده اللي هو بيكون ايه، سالاموس، سب سالاموس، هايبو سالاموس، ايبي سالاموس، ميتا سالاموس، اي حاجه بتخص الايه، السالاموس دي من هي ايه الحاجات الداينسفالون. فاحنا دلوقتي هنقول ان الكافيتي اللي موجود في قلب الداينسفالون بنسميه ايه؟ بنسميه الثيرد فينتريكل. حلو جدا. شكله بيبقى عامل ازاي؟ كليفت اور سليت لايك كافيتي، اللي هو بيبقى عباره عن ايه زي ما احنا شايفين كده، كسليت. سليت يعني ايه؟ شق كده، شق او كليفت. تمام. اللي هو سليت او شق كده موجود ايه ما بين الاثنين سلمايه، يعني هو اثنين سلمس كده، هو شق موجود في النص. العرض بتاعه الويدث بتاعه بيكون صغير جدا، مينيمال جدا. تمام. هو شبه الاوضه بالظبط، يعني انا اتخيلته شبه مكعب، ده شبه الاوضه. بيبقى ليه في روف فوق وليه فلور تحت وليه اربع حيطان شبه اي اوضه. ايه هم الاربع حيطان؟ حيطه قدام انتيرير، حيطه ورا بوستيرير، واثنين لاترال ايه، واثنين لاترال وول على الجناب. تمام. وانا اتخيل هنا في سالاموس والناحيه الثانيه كده هنا في ايه، في سالاموس. تمام. يبقى احنا كده عرفنا شكله عامل ازاي. احنا دلوقتي هنتكلم عن كل حاجه، هتكلم على الانتيرير وول، وهتكلم على البوستيرير وول، وهنتكلم على الاثنين لاترال وول، وهتكلم على الفلور والروف. تمام. طيب اول حاجه لما نيجي نتكلم على الانتيرير وول، الانتيرير وول امتداده منين؟ طب تعالوا نوري اوريكم الصوره دي. اول حاجه هو بيمتد من حاجه اسمها انتر فينتريكولار فورمن. الانتر فينتريكولار فورمن يا جماعه زي ما كنا بنقول ان الثيرد فينتريكل بيفتح مع الفورث فينتريكل بالسيريبرال اكويدكت، برضو الثيرد فينتريكل بتفتح مع اللاترال فينتريكل عن طريق هنا فتحه اسمها ايه، انتر فينتريكولار فورمن. انتر فينتريكولار ايه؟ انتر فينتريكولار فورمن. تمام. طيب حلو جدا. هو دلوقتي الانتيرير وول بيمتد منين؟ بيمتد من الفتحه دي اللي هو الانتي اللي هو الانتر فينتريكولار فورمن لحد السوبرا اوبتيك ريسيست. اسمها ايه؟ سوبرا اوبتيك ريسيست. يعني ايه سوبرا اوبتيك ريسيست؟ اللي هي اي، بصوا هو اي تجويف، اي تجويف شايل فيه شويه فلويد وعامل انحناءات كده بنسميها ايه، ريسيست. ريسيست يعني جيب. فهو الجيب اللي هنا اللي ناحيه الاوبتيك يازما سميناه سوبرا اوبتيك ريسيست. يبقى هو من انتر فينتريكولار فورمن لحد السوبرا اوبتيك ريسيست. ده كده الانتيرير وول، ده حدود الانتيرير وول. طب احنا دلوقتي هنجيب الانتيرير وول من فوق لتحت. اول حاجه هتكلم عنها اللي هو الانتر فينتريكولار فورمن. صح. دي من ضمن الانتيرير وول. الانتر فينتريكولار فورمن ده هو عباره عن منطقه التقاء مين بمين يا جماعه؟ هي منطقه التقاء الروف مع الانتيرير وول، هو الجانكشن اوف ذا روف مع الانتيرير وول. ده مين؟ الانتر فينتريكولار فورمن. اللي هو بصوا عارفين يعني انتر فينتريكولار فورمن، يعني هو بيبقى عباره عن ايه، احنا عارفين كل اوضه بيبقى ليها كورنر، ده الكورنر اللي فوق. تمام. اللي هو ايه، مين؟ انتر فينتريكولار فورمن ما بين الروف والانتيرير وول. تمام جدا. بعد خلصناها عايز اقول لكم كمان ان الانتر فينتريكولار فورمن هي موجوده ما بين حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ هنقول دلوقتي. احنا عندنا دي مين؟ دي السالاموس. صح. حلو جدا. فهي السالاموس هي الانتيرير اند بتاعه السالاموس. ومن مين هنا حاجه؟ دي شكل، دي حاجه اسمها فورنيكس. الفورنيكس ده بيكون ليها ايه، كولوم عمود كده. تمام. هي بيكون ده فورنيكس، في رايت فورنيكس وليفت فورنيكس. فهو دلوقتي ليه على عمودين كده. هو بقى الانتر فينتريكولار فورمن ده ماشي ما بين حاجتين، ما بين الكولوم بتاعه الفورنيكس وما بين مين، ما بين الانتيرير اند بتاعه السالاموس. يعني انا عايز اوريكم صوره ثانيه اهي. بصوا ده دي كده الفورنيكس اهو، ده البادي اوف ذا فورنيكس، وده كده الايه، الكولوم اوف ذا فورنيكس. بصوا عامل ازاي، ده اتنين كولوم اوف ذا فورنيكس اهو. تمام. فاحنا لو جينا بصينا هنا، ادي الفورنيكس اهو، ودي هنا الانتر فينتريكولار فورمن اهي. يبقى هي ما بين السالاموس الانتيرير اند اوف ذا سالاموس والفورنيكس. تمام. حلو. فانا لما اجي اقول بقيه الايه، بقيه الريليشنز، اول حاجه احنا قلنا الانتر فينتريكولار فورمن. وبعد كده ثالث حاجه، ثاني حاجه سوري، ثاني حاجه عايزين نتكلم عنها بعد ما خلصنا النقطه دي، دخلنا على الكولوم ذا فورنيكس. في اثنين كولوم اوف ذا فورنيكس من ضمن الانتيرير وول. طيب وبعد كده في حاجه اسمها بحرف الايه، الانتيرير كوميشر. طب انا سكمت الثلاثه دول بحرف ايه؟ اي سي تي. في امتحان بنعمله اسمه اي سي تي. الاي اللي هو الانتيرير كوميشر. طب السي الكولوم اوف ذا فورنيكس. طب والتي انتر فينتريكولار فورمن. تمام. حلو جدا.
بعد كده واحنا نازلين كده بنلاقي حاجه اسمها ايه، بنلاقي حاجه اسمها لامينا تيرمينالز. لامينا تيرمينالز دي بتتوصل ما بين الانتيرير كوميشن وما بين الاوبتيك ياسما، اسمها لامينا تيرمينالز. تمام، حلو جدا. يبقى احنا قلنا كده دلوقتي الانتيرير كوميشن واللامينا تيرمينالز، هنلاقي هنا اخر حاجه اللي احنا عارفينها اللي هي اخر امتداد ليها ايه، السوبرا اوبتيك ريسس. تمام، يبقى تعالوا اقراها لكم كده. احنا قلنا الانتيرير وول، الانتيرير وول بتمتد منين يا جماعه؟ احنا لسه قايلين بتمتد من انتر فينتريكولار فورمن اهي لحد السوبرا اوبتيك ايه، لحد السوبرا اوبتيك ريسس. تمام جدا. طيب هي بتتكون من ايه؟ من فوق لتحت. اول حاجه قلناها اللي هو اي سي تي، اول حاجه قلناها ايه، التي الانتر فينتريكولار فورمن، اللي هي عباره عن مرحله التقاء ما بين حاجتين، الروف والانتيرير وول، صح؟ وبعد كده قلنا اللي هي بتكون عباره عن ايه، هي ما بين الانتيرير انت بتاعه السلامس والكولم بتاعه الفورنكس. ادي الانتيرير اند اوف ذا ثالامس والايه والكولم، والكولم اوف ذا ايه والكولم اوف ذا فورنكس، دي اللي دي اللي هو انتر فينتريكولار فورمن. بعد كده السي، السي اللي هي الاثنين كولم ذا فورنكس. طب الايه، الانتيرير كوميشن اللي هي بتكون قدام، قدام مين؟ قدام الفورنكس. تمام، احنا قلناها خدناها كده اي سي تي، السي اللي هي ورا وهنا في ثالامس، صح؟ ادي الثالامس اهي، وادي اللي هي الانتر فينتريكولار فورمن، وادي الكولم ذا فورنكس، وبعد كده الايه اللي هي بتكون الانتيرير كوميشن. بعد كده اللامينا تيرمينالز عرفناها شكلها فين، ادي اللامينا تيرمينالز اهي، المنطقه دي كده بالظبط. تمام، وبعد كده اخر حاجه اللي بنسميها سوبر اوبتيك ريسيست. سوبر اوبتيك ريسيست دي الكورنر اللي تحت بقى، السوبر اوبتيك ريسيست ده الكورنر اللي تحت اللي موصل الفلور بالانتيرير وول، هو الجنكشن فلور والانتيرير وول. تمام، احنا كده خلصنا الانتيرير وول. بعد كده معانا البوستيرير وول. بصوا يا جماعه البوستيرير وول جميل جدا، بيمتد منين؟ تعالوا نقول اول حاجه هو بيمتد، احنا شايفين دي الباينيال جلاند، صح؟ تمام، فوق الباينيال جلاند في ريسس، في جيب اسمه ايه، سميناه سوبرا عشان فوق، سوبرا باينيال ريسس. هو بيمتد من السوبرا باينيال ريسس لحد السيريبرال اكويدكت. فاكرين السيريبرال اكويدكت؟ اه، اللي هي كانت بتوصل السيرد فينتر، السيرد فينتركل بالفورث فينتركل. يبقى دي دي حدود البوستيرير وول. يبقى منين؟ من السوبرا باينيال، من السوبرا باينيال ريسس لحد السيريبرال اكويدكت. طب تعالوا كده نرتبها من فوق لتحت برضه. اول حاجه احنا شايفين في ريسس هنا، يبقى اول حاجه اقولها اللي هو سوبرا باينيال ريسس. نفس الكلام هقول السوبرا باينيال ريسس دي كورنر، فهو بيبقى عباره عن منطقه التقاء الجنكشن ما بين مين؟ ما بين الروف وما بين البوستيرير وول، دي اللي هي بنسميها مين؟ السوبرا باينيريسس. خلصناها، لقينا نزلنا كده، لقينا الباينيال جلاند ممسوكه بدراعين كده، تمام؟ اثنين ستوك دراعين ماسكين الباينيال جلاند. فانا اول دراع لقيت فيه كوميشر سميناه هابينيولار كوميشر، اسمه ايه؟ هابينيولار كوميشر. الهابينيولار كوميشر ده موجود في السوبيريور لامينا اوف ايه؟ اوف باينيال ستوك. يعني ايه سوبيريور لامينا؟ احنا عندنا دلوقتي دي الباينيال ستوك، الباينيال ستوك دي الرقبه بتاعتها او الرقبه اللي ماسكه الباينيال جلاند، بتتقسم لاثنين لامينا، واحد فوق السوبيريور لامينا وواحد تحت اسمه انفيريور لامينا. فهو دلوقتي اللي موجود في السوبيريور لامينا بتاعت الباينيال ستوك سميناها هابينيولار كوميشر، كوميشر موجود فيها. بعد كده واحنا نازلين لقينا في ريسس، ريسس جيب تاني سميناه ايه؟ هنا سميناه بقى باينيال ريسس، هنا كان فوق سوبر باينيال ريسس، لكن هنا الريسس بتاع الباينيال جلاند نفسه سميناه باينيال ريسس. وانا نازله كده لقيت في باينيال جلاند ذات نفسها، يبقى هنقول البادي بتاعت ايه؟ البادي بتاعت الباينيال. تمام؟ طيب وبعد كده احنا نزلنا هنا اللي هو الستوك التاني سميناها ايه؟ اللي هو بنسميها الانفيريور لامينا اوف ايه، اوف باينيال ستوك. لقيت فيه كوميشر تاني سميناه البوستيريور كوميشر. تمام، طب وانا نازله لقيت مين؟ لقيت اللي هو السيريبرال اكويدكت. يعني اقول لكم برده السيريبرال اكويدكت هو الكورنر اللي تحت، فهو عباره عن ايه؟ هو منطقه التقاء الفلور مع الايه، مع البوستيرير وول. ده مين؟ ده السيريبرال اكويدكت. طب تعالوا نقرا كده البوستيرير وول. البوستيرير وول بيمتد منين؟ احنا سائلين دلوقتي بيمتد من فوق اللي هو ايه، السوبرا باينيال ريسس لحد ما يوصل تحت اللي هو السيريبرال اكويدكت. تمام، هو بيتكون من ايه؟ اول حاجه يا جماعه، اول حاجه يا جماعه احنا سائلين عليها فوق اللي هو بيبقى فيه ايه، في جيب كده موجود فوق الباينير، فسميناه سوبرا باينيريسس. تمام، وبعد كده معانا مين؟ معانا اتنين ستوك اهو، الاول ستوك اللي هو بنسميه ايه، سميناه السوبرا لامينا او باينيريس ستوك، لقينا فيه الهابينيولار كوميشر. وبعد كده دخلت لقيت فيه ريسس ثاني اهو، اللي هو باينيريسس والبيز بتاعه الباينيال بودي. وبعد كده احنا رتبها كده بالشكل، احنا نفتكر الصوره بس. وبعد كده هنا بيبقى فيه كوميشر ثاني سميناه بوستيرير كوميشر، هو موجود في الانفير لامينا بتاعه الباينيال ستوك. وبعد كده نزلنا هنا لقينا مين؟ السيريبرال اكويدكت اللي هو ايه، موجود في الابر اند بتاع السيريبرال اكويدكت، هي منطقه التقاء حاجتين اللي هو مين؟ البوستيرير وول مع الفلور، البوستيرير وول مع الفلور اللي هو بيبقى عباره عن كورنر اللي تحت. يبقى احنا كده خدنا الانتيرير وول وخدنا البوستيرير وول. دلوقتي عايزين نتكلم عن مين؟ عن اللاترال وول. اللاترال وول حاجه جميله جدا. طب تعالى اقول لكم يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، نركز كده مع بعض ثانيه، انا عايزه اوريكم حاجه هنا هتسهل علينا كتير. بصوا يا جماعه احنا شايفين ده مين؟ ده الثيرد فينتريكل اهو، وده كده اسمه لاترال فينتريكل. تمام، متوصلين ببعض على الانتر فينتريكولار فورمن، وشايفين الثيرد فينتريكل برده. تمام، الثيرد فينتريكل برده متوصل ب، بص بص بص، الفورث فينتريكل اهو، بده مين؟ بالسيريبرال اكويدكت اللي معدي فين؟ معدي في الميد برين. تمام جدا. فاحنا لو جينا بصينا هنا وجيت قلت لكم يا جماعه هو ايه، هو هنا دلوقتي الثيرد فينتريكل. تمام، طيب الثيرد فينتريكل هنا احنا قلنا ده الانتير وول بتاعتها، فالانتير وول بتكون بتمتد منين؟ من الانتر فينتريكولار فورامين اهو فوق. تمام، لحد فين؟ لحد الريسس اللي هو بنسميه سوبرا اوبتيك ريسس، صح؟ تمام جدا. طب والبوستير وول؟ البوستير وول من اللي هو هنا، اللي هنا مش باين هنا الريسس قوي، اللي هو بنسميه سوبرا باينير ريسس، لحد فين؟ لحد السيريبرال اكويدكت. تمام، طيب بعد كده عايزين نتكلم عن اللاترال وول. اللاترال وول ان احنا لو جينا بصينا، بصوا من الجنب كده، لو جينا بصينا من الجنب، يعني هو انا واخده النص بالظبط اهو. تمام، لو جينا بصينا من الجنب هلاقي مين؟
مين؟ هلاقي هنا ده اللي هو الانترفنتريكولار فورامين، يبقى هلاقي من ضمن اللاترال وول كمان هنا شايفين اللي هي فاتحه كده، عشان هي فاتحه من الجنب برضو، يعني هي مش من الانتير وول بس، يعني انتوا شايفين فاتحه من الجنب شويه، فبالتالي هتكون من الانترفنتريكولار فورامين. وكمان ايه؟ وكمان الكولم بتاع الفورنكس ده اللي هو ده هو ده الكولم اوف ذا فورنكس. بصوا شايفين ده الكولم اوف ذا فورنكس. بصوا ماشي ازاي، يعني هو الكولوم اوف ذا فورنكس بيبقى ليه لفه معينه، يعني هو بيكون جاي بصوا من على واسع كده يروح للميد لاين، وبعد كده هو ماشي في الميد لاين اهو، بصوا انتوا شايفين ان هو ماشي في الميد لاين، وبعد كده شايفين هو بيحود كده ايه، بيحود لاترال كمان، يعني هو بعد كده بعد ما كان ماشي في الميد لاين بيحود لاترال. فهو دلوقتي بيخش بيبقى من ضمن الايه، من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اقولها في اللاترال وول بتاعت مين، اللاترال وول، اللاترال وول بتاعت السيرد فنتريكل. يبقى احنا قلنا الانتر فنتريكولار فورمن اللي هو الفورمن ده اللي هو مش باين هنا، اللي هو ده هو ده كده بالظبط، اللي هو الانتر فنتريكولار فورمن والفورنكس، تمام، اللي هو بنسميه الكولوم اوف ذا فورنكس، تمام. طيب نكمل. يبقى احنا قلنا ايه، الانتر فنتريكولار فورمن والكولوم اوف ذا فورنكس، انتر فنتريكولار فورمن والكولوم اللي هي ايه، اوف ذا فورنكس، تمام جدا. طيب بعد كده عايزين نقول ايه ده، احنا كده اتكلمنا ادي الانتر فنتريكولار فورمن والكولوم اوف ذا فورنكس. بعد كده عندنا في سالكس. ايه السالكس ده يا جماعه؟ سميناه هايبوثالاميك سالكس. الهايبوثالاميك سالكس هو بيبقى عباره عن شق، شق موصل مين بمين، موصل ما بين الانتر فنتريكولار فورمن والسيريبرال اكويدكت. هو شق كده موصل ما بين الحاجتين دول، الهايبوثالاميك سالكس اللي هو موصل ما بين الانتر فنتريكولار فورمن والسيريبرال اكويدكت. الهايبوثالاميك سالكس هقول حاجه فوقيه وحاجه تحتيه. الحاجه اللي فوقيه سالاموس، فاحنا هناخد حته من السلمس، هناخد الميديال سيرفيس اوف ذا سلمس. عشان احنا عارفين السلمس بتبقى عباره عن اتنين كده متوصلين بانتر سلاميك ايه، انتر سلاميك اديشن في النص، هنا في ميديال سيرفيس، لاترال سيرفيس، انتيرير ايه، انتيرير اند وبوستيرير اند. فاحنا هناخد الميديال سيرفيس اني حته برضو بالظبط من الميديال سيرفيس، الانتيرير تو ثيرد، الانتيرير تو ثيرد من الميديال سيرفيس، انتيرير تو ثيرد من الميديال سيرفيس. لكن البالفينار لا، الجزئيه اللي هي كانت بالفينار لا، احنا معانا الانتيرير تو ثيرد من الميديال سيرفيس، هي المكونه الايه اللي كانت اللي فوق الهايبوثالاميك سالكس. طب تحت الهايبوثالاميك سالكس قلنا بنسميها ايه يا جماعه؟ كنا بنسميها الهايبوثالمس. يبقى هنا كان في الهايبوثالمس، الهايبوثالمس هي اللي هتكمل مع الفلو بتاعت ايه، مع بتاعت الفلور بتاعت الثيرد فنتريكل، تمام. طيب ايه تاني عايزين نقوله؟ تعالوا نفتكر كده مع بعض. احنا قلنا الانتر فنتريكولار فورامين، وقلنا كمان الكولوم بتاع الفورنكس، وقلنا هنا الهايبوثالاميك سالكس فوق اللي هناخد ايه، السالاموس. السالاموس انهي حته بالظبط منها؟ الانتيرير تو ثيرد، من انهي حته؟ من الميديال سيرفيس، الانتيرير تو ثيرد اوف ذا ميديال سيرفيس بتاعت السالاموس. وتحت الهايبوثالاموس اللي هتكون اتكلم مع هتكمل مع الفلور. طب عايز اقول لكم على حاجه كمان، احنا دلوقتي بيبقى عندنا مين؟ عندنا الاثنين سالاموس كده صح، الاثنين سالاموس كده احنا بص عليها انا بص عليها من فوق، هنا بيبقى فيه الانتر سالاميك اديشن صح، تمام جدا. بيبقى ماشي فيه هنا بند كده بيبقى رابطه، يعني هو دلوقتي احنا قلنا هنا الاثنين سالاموس والانتر سالاميك اديشن، بيبقى فيه رابطه كده باند من الوايت ماتر، باند من الوايت ماتر بنسميه ايه، سترايا، سترايا ميدلاريس سالاماي، اسمها سترايا ميدلاريس سالاماي، سترايا ميدلاريس سالاماي، تمام. الرابطه دي بتكون ماشيه في الميديال سيرفيس، واحنا عارفين السيرد فينتيكال ماشيه هنا كده في النص، فبالتالي سترايا ميدلاريس سالاماي هي بتبقى عباره عن ايه، موجوده عند الابر ليميت بتاع الميديال سيرفيس بتاعه السالمس، الابر ليميت بتاع الميديال سيرفيس بتاعه السالمس، وهي اللي تقدر تفرق الجزئيه اللي هو، يعني احنا لو متخيلين السالمس كده ليها جنب كده، هي اللي بتقدر، هي ماشيه كده، فهي بتقدر تفرق ما بين الميديال سيرفيس والروف. يبقى انا اول ما اشوف السترايم ده يرسل ماي انا عرفت اللي هو ده جانكشن داخلين كده بعد كده على الروف بتاعه مين، على الروف بتاعه السالمس او سوبيريور سيرفيس بتاعه السالمس. يبقى نقول تاني يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نقول اللي عندنا اثنين سالمس صح، ادي الاثنين سالمس، ونفترض ان ده الجنب بتاع السالمس، وهنا في الانتر سالاميك اديشن، احنا عارفين الثيرد فنتريكل هنا، تمام. طيب حلو جدا، في هنا حاجه اسمها سترايم ديلاريس سالاماي. السترايم ديلاريس سالاماي ده اللي هي بتبقى عباره عن ايه، هي اللي بتبقى اول ما انا ماشيه كده الاول ما الاقيها فبعرف اللي هو خلاص احنا داخلين على الجنكشن، وبعد كده داخلين على الروف، تمام حلو جدا. وهي بتبقى عباره عن وايت ماتر. يبقى احنا عرفنا دي من ضمن الايه، من ضمن من لاترال وول، عشان احنا شايفينها هي دلوقتي ده هنا في سيرد فنتريكل، يبقى هي ميديا للسالمس، لكن لاترال مين، لاترال سيرد فنتريكل. نحاول نتخيلها كده مع بعض، يعني هي انا بنبص عليها من فوق، يعني احنا لو شايفين دي السالمس مثلا فهي بتكون في لاترال كده من فوق، يبقى هي لاترال ايه، لاترال للسالمس. حلو جدا. يبقى احنا قلنا لاترال وول، تعالوا نقراها تاني من هنا. اللاترال وول هي اول حاجه الانتر فنتريكولار فورمن، وكمان الكولم بتاعه الفورنكس، الانتر فنتريكولار فورمن والكولم بتاعه الفورنكس. وايه كمان عندنا؟ الهايبوثالاميك سالكس. الهايبوثالاميك سالكس هو سالكس ليميتنس، هو اللي بيمتد من انتر فنتريكولار فورمن لحد السيريبرال اكويدكت. وبعد كده معانا الميديال ايه، قسمناها فوق وتحت، اللي فوق اللي فوق الهايبوثالاميك سالكس سميناها الميديال سيرفيس بتاعه الانتيرير تو ثيرد بتاعه السالاموس، يبقى السالاموس الميديال سيرفيس بتاعه الانتيرير تو ثيرد. طيب واللي تحت مين؟ تحت الهايبوثالاميك سالكس اللي هو سميناها الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بتكون مكمله مع مين؟ مكمله مع الفلور زي ما قلت لكم كده. طيب معانا حاجه ما ننساهاش من فوق، اللي هي فوق السالاموس، اللي فوق السالاموس ناحيه الميديال سيرفيس بتاعتها اللي سميناها ايه، سميناها سترايم ديلاريس سالاماي، سميناها سترايم ديلاريس سالاماي. هي بتكون موجوده فين؟ هي عباره عن باند من الوايت ماتر، موجوده عند الابر ليميت بتاع الميديال سيرفيس بتاع السالمس. يعني احنا عارفين ان الميديال سيرفيس بتاعه السالمس الحرف بتاعتها، الحرف بتاعها كده بالظبط. فاحنا شايفين يعني احنا لو شلنا السيرت فنتريكل هنلاقي هنا مين؟ هنلاقي هنا كده السالمس نايمه عندنا، واحنا واخدين الميديال سيرفيس بتاعتها على حرف الميديال سيرفيس بتاعتها بنلاقي هنا سترايم ديلاريس سالاماي. فهي بتخش من ضمن الكونتنت بتاعت مين، او مش من ضمن الكونتنت، من ضمن السيرفيس اللاترال سيرفيس بتاعت السيرت فنتريكل اللي هو سترايم ديلاريس سالاماي. وانا اول ما اشوفها بعرف اللي هو جانكشن، خلاص احنا داخلين كده على الروف بتاعت مين، على الروف بتاعت السالمس، تمام.
يبقى احنا كده خلصنا اللاترال وول. طيب بعد كده معانا مين؟ معانا الفلور. تمام، الفلور يا جماعه احنا هناخدها بالترتيبه دي كده بالظبط. نقول ايه بقى؟ احنا هنبتديها من قدام لورا. تمام، اول حاجه معانا مين؟ ده الاوبتيك كيازما. فالاوبتيك كيازما فيها ريسيست، بنسميها ايه؟ سوبرا اوبتيك ريسيست. وبعد كده مشينا شويه لقينا مين؟ لقينا اللي هو بنسميها تيوبر سيناريوم. التيوبر سيناريوم اللي هي هتكون الرقبه الانفانتبلم اللي بعد كده هتنزل بتيتري جلاند. لقينا فيها ايه؟ لقينا فيها ريسيست برده، هنقول الانفانتبلر ريسيست. وبعد كده مشينا شويه لقينا اثنين ميموري بودي فسميناهم الميموري بودي. وبعد كده لقينا هنا في بوستيريور بورفيريتد سبستانس، فاكرين؟ او البوستيريور بورفيريتد سبستانس من ديل ام ضمن الايه؟ من ضمن الانتيرير سيرفيس بتاعه الميد برين. وبعد كده مشينا لشويه لقينا التجمنتم بتاعه الميد برين، ومشينا شويه لقينا مين؟ لقينا السيريبرال اكويدكت. يبقى انا اقدر اقول لكم الفلور بيمتد منين لمنين؟ من اللي هو اللي سميناها الاوبتيك كيازما لحد السيريبرال اكويدكت. نمشي بالترتيبه دي واحنا خلاص حفظناها كده. تعالوا نقول تاني، هي بتمتد اول حاجه الاوبتيك كيازما. الاوبتيك كيازما بيبقى ماشي فيها ريسيست منها سوبرا اوبتيك ريسيست. وبعد كده معانا مين؟ معانا الايه اللي هو بنسميها تيوبر سيناريوم اللي هي الرقبه. التيوبر سيناريوم، التيوبر سيناريوم بيبقى ماشي هنا كمان كمان إيه؟ يعني احنا قلنا دلوقتي اوبتيك كيازما وسوبرا اوبتيك ريسيست، وقلنا تيوبر سيناريوم وفيها ريسيست سميناها ايه؟ سميناها انفانتبلر ريسيست. ولقينا بعد كده الميموري بودي، وبعد كده الاوبستير بروفريتد سبستنس، وبعد كده التجمنتم بتاع الايه الميد برين، وبعد كده السيريبرال اكويدكت. يبقى ده الايه؟ ده كده الفلور، مش هنعيده تاني عشان هو نفس الكلام بالظبط. تمام، طيب الفلور احنا عرفنا اللي هو بيمتد منين. احنا سايلين اوبتيك كيازما لحد السيريبرال اكويدكت خلاص. عايزين بقى اخر حاجه ان شاء الله نتكلم عنها الروف. بصوا يا جماعه، الروف احنا عارفين اي فينتريكل متبطن بخلايا اسمها ايبندايمال سيل، صح؟ تمام جدا. يبقى هو اي فينتريكل متبطن بايبندايمال سيل، يبقى اول طبقه عندنا في الروف هي مين؟ هي الايبندايما. يبقى احنا عندنا اول حاجه اللي هو الايبندايمال. الايبندايما ده عباره عن اللايننج بتاع الثيرد فينتريكل. بيمتد منين لمنين يا جماعه؟ عشان احنا عارفين دلوقتي دي الصلمس ودي الصلمس، واحنا قايلين هنا في ده احنا خدناه كده فيو من اللي هو ايه الاباف فيو معنى صح، او من فوق يعني. ده الصلمس وده الصلمس والانترسلاميك اديشنز. قلنا هنا في حاجه ماشيه كده سميناها سترايم دلاري سلماي، صح؟ تمام. سترايم دلاري سلماي بتبدا هي اللي تشد الابندايما في النص كده، هي اللي بتبدا تثبت الايه الابندايما في النص بتاعه الثيرد فينتريكل. هي اللي عارفين زي شبه حبل الغسيل كده حطيناه وشادين عليه ايه ملايه، يعني هو فردين كده ملايه عليه. اللي فردين الملايه في النص دي كده بالظبط هي مين؟ هي اللهم صل وسلم بارك عليه الملايه اللي حاطينها في النص هي مين؟ الابندايما. تمام، طيب بعد كده فوق الابندايما بيبقى فيه حاجه اسمها ايه؟ اسمها تيلا كرويدا، تيلا كرويدي اوف ثيرد فينتريكل. تيلا كرويدي هنعرف ايه تيلا كرويدي تحت دلوقتي على طول. تيلا كرويدي هي بتبقى عباره عن شبكه مليانه بالبلكسز من البلاد فيزلز، عشان خاطر هي اللي هي اللي هتصفي، يعني هي اللي هتصفي السي اس اف. تمام، هنعرف دلوقتي يعني ايه تيلا كرويدي. بصوا يا جماعه، التيلا كرويدي احنا كده خلصنا الحمد لله موضوع الثيرد فينتريكل، هنتكلم على التيلا كرويدي وبعد كده خلصنا المحاضره. طيب التيلا كرويدي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بايل فولد. يعني ايه بايل فولد؟ يعني هو بيبقى عباره عن ايه؟ هو فولد من البايل. تمام، يعني هو باي يعني باي احنا عارفين الباي ماتر، احنا عارفين الباي ماتر، احنا عارفين اي البرين بيتلف بثلاثه ماتر، الباي ماتر والاركونويد، الباي والاركونويد والديوره، صح؟ الباي دي هي اللزقه، هي الام الحنون، هي اللزقه على البرين دايما. فهو دلوقتي احنا شايفين اي تجويف في البرين هي هتكون لفه معاه. يعني احنا عندنا هنا في تجويف اسمه ترانسفيرس فيشر، ده اسمه ايه؟ اسمه ترانسفيرس فيشر. نركز فيه، ترانسفيرس فيشر شق كده، شق ما بين الصلمس والايه والفورنكس. تمام، الشق ده هيسكت، لا الباي ماتر هتخش ايه تبطنه. فاحنا عندنا ايه؟ عندنا ايه؟ اتنين طبقتين من الديورا ماتر، سوري طبقتين من الباي ماتر، فبنسميها ايه؟ بايل فولد، طبقتين من الباي ماتر. تمام، طيب هو بتبدا تخش من الترانسفيرس فيشر. الترانسفيرس فيشر ده بيمتد منين؟ بيمتد من حاجه اسمها سبلينيوم اوف كوربس كالوزم. دي الكوربس كالوزم، الكوربس كالوزم دي اللي هي بتبقى عباره عن ايه؟ اللي بتوصل السيريبرال هيمسفير ده بالسيريبرال هيمسفير ده. فهو دي اللي هي الكوربس كالوزم. اخر حته في الكوربس كالوزم المنتفخه دي بنسميها ايه؟ بنسميها سبلينيوم. يبقى هي الترانسفيرس فيشر ده من فوق السبلينيوم بتاعت الكوربس كالوزم، من تحت مين؟ من تحت الباينيال ايه؟ الباينيال جلاند. تمام، طيب حلو جدا. هي هو الترانسفيرس فيشر بيبدا يخش كده ايه البايا، وتكون جايه داخله عامله كده. فاحنا لو جينا بصينا عليها نلاقيها عامله شكل تريانجولار ان شيب، عامله شكل مثلث كده بالظبط. هي تريانجولار ان شيب بتنتهي فوق اللي هي بتكون عباره عن بلاند سيك. بلاند سيك يعني هي كيسه مقفوله، بتنتهي فوق عند الانترو فينتريكولار فورمن. ادي الانترو فينتريكولار فورمن، هي اخرها عند الانترو فينتريكولار فورمن، وتحت عند مين؟ الترانسفيرس فيشر. البيز بتاعها عند الترانسفيرس فيشر. تمام، طيب تعالوا نقرا اللي احنا سايلينه دلوقتي. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بايل فولد، هي دبل لاير من البايا ماتر، بيمتد في الترانسفيرس فيشر زي ما قلت لكم. الترانسفيرس فيشر بيمتد منين؟ بيكون بدايته فين؟ السبلينيوم بتاعت مين؟ السبلينيوم بتاعت اللي هو الكوربس كالوزم فوق، وتحت بيبقى عباره عن الباينيال بودي، صح؟ وكوننا كده حاجه مثلثه. هو بيفضل ماشي فورورد مع ايه؟ ان كونتاكت مع مين؟ بصوا يا جماعه، هو بيفضل ماشي فورورد، عايز اقول لكم على حاجه، هو بيفضل ماشي فورورد بيبقى ان كونتاكت، يبقى لازق مع مين؟ تحت لازق مع الابندايما. طب فوق بيبقى فوقيه الفورنكس وفوقيه كمان الكوربس كالوزم، يبقى هو فوقيه حاجتين الايه؟ الفورنكس والكوربس ايه؟ والكوربس كالوزم. ايه هو زي ما احنا شايفين تراينجولار تيك، تحت بيبقى عباره عن فورنك لازق مع الابندايما، الفورن اللي هو بيبقى لازق مع الابندايما. طب فوق بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى ليه علاقه بالفوق بالفورنكس وي اللي هو بنسميه الكوربس كالوزم. تعالوا نقرا كده، يبقى هو ان كونتاكت مع مين؟ مع الابندايما. تمام، اللي هو الروف بتاع مين؟ الروف بتاع الثيرد فينتريكل. تمام، اللي احنا سايلين عليها الروف، الروف بتاع الثيرد فينتريكل متبطن بالابندايما، يبقى هو بيكون ان كونتاكت معاها، لازق معاها. وهو تحت مين برده؟ هو تحت الكوربس كالوزم وتحت كمان الفورنكس، يبقى هو تحت الكوربس كالوزم زي ما احنا شايفين اهو، تحت الكوربس كالوزم وتحت الفورنكس. تمام،
طيب هو بيبقى عباره عن الفولد ده اللي هي التانيه دي بتنتهي فين؟ زي ما انا سايله لكم بتنتهي عند الانترفنتريكولار فورامين. هو بتبقى عباره عن تراينجولار ان شيب، هو بيبقى عباره عن بلايند ايبكس، الايبكس بتاعتها بتكون ايه مقفوله، يعني الايبكس بتاعتها مش مفتوحه تمام عند ايه؟ عند الانترفنتريكولار فورامين. تمام جدا. هو بيبقى عباره عن طبقتين بيكونوا مستمرين مع بعض تمام. طب والبيز، البيز القاعده بتاعت المثلث دي بتكون عند الترانسفيرس فيشر اللي هي بيبقى فوق سبلينيوم، فوق ايه؟ سبلينيوم اوف كوربس كالوزم، وتحت الباينيال بودي. هو بيبقى عباره عن كونتنت بتاعتها ايه؟ ماشي جوه التيلاكرويد دي اللي ماشي جواها اللي هو جوه البايل فولد ده بيبقى عباره عن فيه بلاد فيزلز. طبعا هنقول شويه ايه، شويه كونتنت بتاعتنا اللي هي البلاد فيزلز هي اللي بتخش ما بين الطبقتين دول. طب ايه هي الكونتنت بقى بتاعت التيلاكرويد؟ الكونتنت بتاعت التيلاكرويد ممكن تيجي سؤال اي سي كويس جدا تمام. طيب اول حاجه لما نيجي نقول الكونتنت بتاعت التيلاكرويد، اول حاجه احنا محتاجين ايه؟ ارتري فين كونكتيف تيشو، ارتري فين كونكتيف تيشو. نحاول نتكلمها كده مع بعض. اول حاجه الارتري هنقول ايه؟ اللي هو اتنين بوستيرير كورويدال ارتري. احنا عندنا اتنين بوستيرير، بوستيرير عشان هو خلفي تمام، عشان هو جاي من ورا. اتنين بوستيرير كورويدال ارتري، اسمه كورويدال عشان هو رايح يعمل ايه؟ يخش في التيلاكرويدي. فهو اتنين بوستيرير كورويدال ارتري تمام. هو بيبقى عباره عن اتنين، هيدينا اتنين اربعه بليكسس، اتنين واتنين. طيب هيدينا، يبقى احنا قلنا اتنين بوستيرير كورويدال ارتري، اتنين كام؟ اربعه بليكسس، اتنين بليكسس واتنين. طب الاتنين هيروحوا لمين؟ هيروحوا يكونوا الكورويد بليكسس بتاعت الثيرد فينتريكل، والاتنين التانيين هيكونوا الكورويد بليكسس بتاعت السنترال بارت بتاعت اللاترال فينتريكل. يعني مش هنسيب اللاترال فينتريكل بدون تيلاكرويدي، هنديها كمان تيلاكرويدي. طب تعالى اوريكم تاني. احنا شايفين دي اللي عباره عن مين؟ دي عباره عن البلاد فيزلز اهي. بصوا هي واحده منهم، اتنين بليكسس، اتنين كرويد بليكسس هيكونوا من رايحين مدين الثيرد فينتريكل، واتنين بليكسس تاني واحده هنا وواحده هنا راح تدي مين؟ راح تدي اللاترال فينتريكل، السنترال بارت، السنترال بارت الحته السنترال بارت من اللاترال فينتريكل تمام. طيب تاني حاجه معانا الفين، عندنا اتنين انترنال سيريبرال فين، اتنين انترنال سيريبرال فين اسمهم انترنال داخليه سيريبرال عشان ماشي في قلب السيريبرال تمام. اتنين انترنال سيريبرال فين. هو بيبتدي فين؟ لازم نبقى عارفين الاثنين انترنال سيريبرال فين بيبتدوا من عند الانترنال انتر فينتريكولار فورامين، بيفضل ماشي هو والتاني هو صاحبه تمام. وبعد كده هما الاثنين بييجوا يتحدوا مع بعض ويدونا حاجه اسمها جريت ايه؟ جريت سيريبرال فين. اسمه ايه؟ اسمه جريت سيريبرال فين تمام. حلو جدا. طب تعالوا نقرا اهي الاثنين انترنال سيريبرال فين، هو بيكونوا بيبتدوا عند الانتر فينتريكولار فين انتر فينتريكولار فورامين سوري، بيمروا بيمشوا ايه؟ بيمشوا باكورد لورا، وبعد كده بينتهوا عن طريق اللي هو يونيون اتحاد الاثنين مع بعض ويكونوا حاجه جريت سيريبرال فين. جريت سيريبرال فين موجود فين؟ موجود عند ترانسفيرس فيشر، بيبقى لقيناه كده عند ترانسفيرس فيشر تمام، اللي هو الفتحه دي نفسها. طيب وبعد كده معانا شويه اريولار كونكتيف تيشو اللي هو نسيج ضم، بيضم كل الحاجات دي مع بعض، البلاد فيزلز والحاجات عشان ما فيش حاجه تقع منهم كل الكلام ده. يبقى نقول الاثنين ارتري معانا الاثنين بوستيرير ايه اللي هو مسميه اثنين بوستيرير كورويدال ارتري، بيكون كام بليكسس؟ اربعه. اثنين كورويدال بليكسس بيروحوا يغذوا مين؟ الثيرد فينتريكل. واثنين التانيين واحد بيروح للسنترال بارت بتاع اللاترال فينتريكل، واحد للناحيه دي واحد للناحيه دي. وبعد كده اثنين انترنال سيريبرال فين اللي هو بيبتدي عند الانتر فينتريكولار فورامين وبيمشي باكورد عشان خاطر يروح ينتهي عن طريق اتحادهم هم الاثنين مع بعض عشان يكون حاجه في الترانسفيرس فيشر اللي هو بيخش منه المثلث اصلا اللي هو بنسميه سميناه ايه؟ جريت سيريبرال فين. وبعد كده اخر حاجه معانا خالص اللي هو اريولار كونكتيف تيشو. يبقى انا لما اجي اسالكم ايه هو تيلاكرويدي بروبر، تيلاكرويدي بروبر انا زودت هنا بروبر، ركزوا تيلاكرويدي بروبر بتاعت السيرد فينتريكل، هقول لكم تيلاكرويدي بروبر هو جزء من التيلاكرويدي العاديه، لكن بتمتد منين؟ هو انتيريور هنلاقي قدام ايه؟ هو بيبقى عباره عن مثلث برضه، لكن هو قدامه مين هنا؟ انتيريور بنلاقي مين؟ الانتر فينتريكولار فورامين. طيب وبوستيريور اللي هو سوبرا باينير ريسس، عارفين الريسس اللي بيكون موجود ورا؟ السوبرا باينير ريسس الانتر فينتريكولار فورامين. طب الجناب اللي هو سترايا ميدلايرز، اللي هو سترايا ميدلايرز سلاموي. يبقى اللي هو بيبقى اقرب حاجه خالص للثيرد فينتريكل دي بنسميها تيلاكرويدي بروبر اوف ثيرد فينتريكل. فالتيلاكرويدي بروبر بتاع الثيرد فينتريكل اللي هو بيبقى عباره عن قدام انتر فينتريكولار فورامين ورا السوبرا ايه؟ سوبرا باينيال ريسس، وعلى الجناب الستريا ميدلاريس سلاموي تمام. نحاول نفتكرها عشان مهمه جدا. يبقى الكرويد بليكسس بتاعت الثيرد فينتريكل هنقولها تاني، كرويد بليكسس بتاعت الثيرد فينتريكل هي بيبقى عباره عن ايه؟ نفس الفكره، هو عباره عن ايه؟ اثنين بليكسس صح تمام، اثنين بليكسس ماشيين على كلا من الجهتين، هو بيبقى عباره عن لينير خطيه كده بارل لبعض تمام. بيبتدوا يعملوا ايه؟ انفاجينيت يعملوا كده انحناءات زي ما احنا شايفين كده انفاجينيت في الثيرد فينتريكل، في الروف بتاع الثيرد فينتريكل اهو. بيبقى هو عباره عن اثنين بارل لينير كرويد تافت تمام، واثنين بارل عشان الاثنين متوازيين مع بعض، لينير خطيين كرويد تافت تمام. بيعملوا انفاجينيشن للروف، بيكونوا مستمرين بيمشوا قدام كده تمام، هما كده ماشيين قدام كده الاثنين اهم، بيكونوا ماشيين قدام، بيكونوا جايين مستمرين مع مين؟ مع الانتر فينتريكولار فورمن، عند الانتر فينتريكولار فورمن كده بيكونوا مستمرين مع الكرويد بليكسس اللي راح هتغذي مين؟ اللي راح هتغذي السنترال بارت اوف لاترال ايه؟ اوف لاترال فينتريكل. هم البليكسس بيبقى دم ماشي مع بعضه، هو يعني هو الحته دي بتاعتها بس ومش هتروح تدي الحته الثانيه، لا طبعا هو كله بيبقى دم ماشي مع بعضه، فهي بتكون راح عند الانتر فينتريكولار فورمن بتكون جايه راحه كونتينوس مكمله مع الكرويد بليكسس بتاعت الايه؟ سنترال بارت اوف لاترال ايه؟ اوف لاترال فينتريكل تمام. طيب احنا عارفين الاثنين بليكسس دول صغيرين جدا، احنا عارفين ان هم جايين منين؟
منين؟ احنا عارفين ان هم جايين من البوستيرير كرويدال ارتري، بيدينا لوب من الكابيلاري، فانا هسيب اللوب من الكابيلاري كده هباء مش هغطيها بحاجه. لا ازاي بقى؟ احنا هنغطيها بحاجتين. اول حاجه اللي هو انفيرير لاير من التيله، انفيرير لاير من التيله يعني ايه التيله؟ اللي هو عباره عن البايومتر، عشان احنا عارفين اللي هو عندنا باي فولد اللي هو بايا فولدز كده، او بنسميها طبقتين من الايه، من البايومتر. تمام، حلو جدا. فهو دلوقتي هنغطيها من التيله، انفيرير لاير من التيله. تمام، وهنغطيها كمان من الابندايما، هنغطيها كمان ببين بالابندايما، بالابندايما لايننج. تمام، بتاع الفنتريكولار روف، زي ما احنا شايفين الفنتريكولار روف اهو، ده الفنتريكولار روف المفروض يبقى كده. لا ده حصل اللي هو حصل له انفاجينيشن، بس لا هو كمان بطن الكابيلاري بتاعتنا مين؟ بالابندايما. تمام، الابندايما لايننج. تمام، على شكل مين؟ على شكل فرنجيز، هو بيبقى عباره عن شكل فرنجيز كده، عامله بروجكت مين؟ عامله بروجكت الكافيتي بتاعه الفنتريكل، عشان خاطر ايه؟ تبقى ماشي فيها هنا الكرويد بليكسس، كرويد بليكسس، كرويد بليكسس. طب فايدتها ايه؟ هي اللي بتبدا تصفي بقى من البلاد ده سي اس اف سيريبروسباينال فلويد. يبقى احنا بنبدا نطلع سي اس اف سيريبروسباينال فلويد من البلاد عن طريق الايه؟ الكرويد بليكسس ده او التيلا كرويدي. تمام، يبقى انا لما اجي اقول التيلا كرويدي امبريف، امبريف يعني في اختصار هقول ايه؟ هي عباره عن تراينجولار بايل فولد، هي عباره عن ايه؟ هو مثلث من البايا. تمام، بدا يخش من الترانسفيرس فيشر اللي هو بيبقى فوق السبلينيوم بتاع الايه، السبلينيوم بتاعه الكوربس كلوزوم، وتحت الباينيال بودي. تمام، هو بيمشي انتيريرلي لحد مين؟ الانتر فنتريكولار فورامين. تمام، بيبقى تحت الروف بتاع الثيرد فنتريكل، فوق بيبقى الفورنكس والكوربس كلوزوم. تمام، طيب هو عن بينتهي الابيكس بتاعه الانتر فنتريكولار فورامين، زي ما انا لسه قايله الكونتنت بتاعته مهمه جدا، ممكن تيجي انوميريت في الايساي اللي هم مين؟ عباره عن 2 كرويد بليكسس من الثيرد، 2 كرويد بليكسس بتاع الثيرد فنتريكل، 2 بوست الكرويد ارتري اللي هم مدين الاثنين كرويد بليكسس اساسا، واثنين انترنال سيريبرال فين، وكمان الاريولار كونكتيف تيشو، ما ننساش الاثنين انترنال سيريبرال فين هيروحوا ينتهوا في الاخر في الجريت سيريبرال ايه، جريت سيريبرال فين. شايفين ده شكل بالظبط التيلا كرويدي كده. انا كده خلصت المحاضره، ولو حد عنده اي مشكله يا ريت تبعتوا لي. The third ventricle is a median cleft between the two thalami. The communications of the third ventricle anterosuperiorly on each side, it communicates with the lateral ventricle through the interventricular foramen, also known as the foramen of Monroe. This foramen is bounded anteriorly by the column of the fornix and posteriorly by the tubercle of thalamus. Posteroinferiorly in the median plane, it communicates with the fourth ventricle through the cerebral aqueduct. Now the recesses of this cavity, the recesses are nothing but the extensions of this cavity. These are suprapineal recess, pineal recess, infundibular recess and the optic recess. Now we'll see the boundaries of this ventricle. The anterior wall is formed by the lamina terminalis, anterior commissure and the anterior columns of the fornix. Its roof is formed by the ependyma lining the undersurface of the tilia choroidae of the third ventricle. The choroid plexus of the third ventricle projects downwards from the roof. At the junction of the roof with the anterior and lateral walls, there is the interventricular foramen or the foramen of Monroe. Now the posterior wall, it is formed by the pineal body, posterior commissure and the cerebral aqueduct. Now the floor is formed by tegmentum of midbrain, posterior perforated substance, the mammillary bodies, infundibulum and the pituitary gland. These structures have got separated from the specimen, hence it is not seen here. Then the tuber cinereum and the optic chiasma. So these structures form the floor. At the junction of floor with the anterior wall, there is the optic recess. The lateral wall is formed by the medial surface of thalamus, the hypothalamus
and the hypothalamic sulcus, which separates the thalamus from the hypothalamus. The sulcus extends from the interventricular foramen to the cerebral aqueduct.